رجل مصري يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً على تاريخ بريطانيا. هذا الرجل ولد لأسرة فقيرة من أحياء الإسكندرية بمصر. شنو الأسرار اللي كانت خفية في حياة هذا الرجل المصري؟ وشلون كاد أن يحكم مملكة عظمى مثل بريطانيا؟ وشنو علاقة أسرته بوفاة الأميرة ديانا؟ الحادثة الأليمة اللي ما زالت تحير المحققين اليوم إن كانت حادثة اغتيال أو وفاة طبيعية. فاليوم راح أروي لكم ما لم يروى عن حياة محمد الفايد. بعض الأشخاص يولد في بيئة صعبة ويظل عالق في هذه البيئة طوال حياته، لكن قصة هذا الرجل مختلفة. فمع أن أسرته من الطبقة الفقيرة، إلا أنه أصبح شخصية ثرية غيرت التاريخ. ففي أحياء الإسكندرية المصرية وبالتحديد حي الأنفوشي، ولد الطفل محمد في سنة 1933. كان أبوه يعمل كمدرس للغة العربية، وبالكاد راتبه يكفي لمصاريف الأسرة. لكن رغم هذه البيئة الصعبة، أصبح محمد أحد كبار رجال الأعمال لاحقاً. بدأت قصة الكفاح في صغره، وكان يعمل في نقل البضائع مثل الكثير من أقرانه في ذاك الوقت. فكان العمل بعمر صغير إجباري عليهم، بحيث يجدون لقمة عيشهم ويعيلون أسرتهم. لما كبر محمد سافر إلى المملكة العربية السعودية، وعمل هناك في مجال الخياطة وحقق فيه مبلغ جيد. وكان وجوده في السعودية محطة مهمة غيرت حياته، لأنه تعرف على شخصيات مهمة في البلد. ومن أهم المحطات اللي مر فيها محمد هي زواجه من سميرة خاشقجي في سنة 1954. بس السؤال، منو سميرة خاشقجي؟ سميرة هي شقيقة التاجر المعروف عدنان خاشقجي، وهو يعد من أكبر التجار في المملكة العربية السعودية. وبسبب ذكاء محمد وقدرته على الإقناع، استطاع العمل مع عدنان خاشقجي في التجارة. وفي هذه الفترة كون محمد علاقات قوية مع التجار وأصحاب رأس المال، وكانوا رجال الأعمال اللي يعرفونه إذا عندهم مشروع يحتاجون شخص يديره يتصلون عليه مباشرة. ولأنه ذكي ويؤدي المهام بشكل سريع، توسعت علاقاته وأصبحت سمعته واسعة. هذه العلاقات ما كانت محلية فقط، بل توسعت للعالم كله، فأصبحت له سمعة في عالم التجارة، واشتغل مع الكثير من التجار، وتدريجياً أصبح يدير أعمال شخصيات كبيرة، وصعد اسمه صعود كبير، إلى درجة أنه كان يدير استثمارات سلطان بروناي. كان محمد ذكي في المبادرات، فقدم في إحدى المرات فكرة حققت له قفزة كبيرة في عالم التجارة. لاحظ محمد أن دبي الإماراتية لا يوجد فيها مرسى للسفن، مع أن موقعها استراتيجي وتمر بفترة انتقالية. فقدم الفكرة لدولة الإمارات ولاقت القبول، وأصبح محمد جزء من هذا المشروع الكبير، مشروع عمارة دبي وإنشاء مرسى للسفن. فتعاون مع الشيخ راشد آل مكتوم رحمة الله عليه بإتمام اتفاقيات مع شركات التنقيب عن النفط. طبعا هذه الشركات لما أتت إلى الإمارات وجدت كميات كبيرة من البترول، وكان لمحمد جزء من هذه الأرباح كونه ساهم بهذا الاكتشاف. وأصبح محمد قريب من الأسرة الحاكمة في دبي، فتوسعت ثروته أكثر وأكثر. إذا أنت عايز تبقى شخص مخصوص متميز، يعني كل حاجة ممكن في الدنيا. كبر طموح محمد واتسعت ثروته بشكل كبير، فقرر قرار ما غير حياته فقط، بل غير تاريخ بريطانيا بالكامل. فقرر أنه يتوجه إلى لندن لتكون هي مقره الدائم. واللي حصل في بريطانيا هو اللي جعل محمد الفايد شخصية جدلية إلى يوم وفاته. اتجه محمد إلى لندن واشتغل في مجلس إدارة لشركة استثمارية، ولكن وقع خلاف ما بينه وبين الشركاء، فقرر أنه يخوض في عالم الاستثمار بنفسه. وكان دخوله إلى هذا العالم دخول قوي وله صدى، لأن محمد كان يدرس السوق بعناية ويتخذ قرارات جريئة لكنها ناجحة. فاتجه محمد لشراء الفنادق في بريطانيا، ولما سمع عن مرور فندق الريتز الفرنسي بضائقة مالية اشتراه. وأثناء هذه المغامرة الاستثمارية قرر بشراء قصر وينسر،
وأرسل العديد من التحف الموجودة في القصر إلى الملكة إليزابيث. هذه الخطوة قربت محمد من الملكة البريطانية. بس قبل لا أكمل الحديث عن هذا التدرج الرهيب في حياة محمد، ممكن البعض منكم يطرح تساؤل: هل محمد في هذه الفترة كان مشهور؟ يعني هل انشهر بسبب الاستثمارات أم كانت الأضواء بعيدة عنه؟ خصوصاً هناك شراء الأماكن تعتبر حساسة ومعروفة. في هذه الفترة كان محمد معروف بشكل جيد، لكن برز اسمه بشكل كبير في فترة الثمانينات بسبب صفقة تاريخية نجح فيها. في الثمانينات محمد حقق قفزة في مسيرته، فقرر شراء مكان يعرفه العالم كله، ألا وهو محلات هارودز الشهيرة. هذه المحلات اللي يزورها الناس من جميع أنحاء العالم، ويتردد عليها الأثرياء بشكل مستمر للتسوق. وكانت الملكة إليزابيث من رواد هذه المحلات في ذاك الوقت، ومن الشخصيات اللي كانت تتردد على هذه المحلات اسم مهم في قصتنا اليوم، وهي الأميرة ديانا، أميرة ويلز، وهي زوجة تشارلز الثالث. كانت أنظار العالم كلها على ديانا في ذاك الوقت، وراح نتكلم عن دورها المهم أثناء سرد الحلقة. لكن قبلها أبي منكم دعم هذه القناة بالاشتراك واللايك ومشاركة الحلقة مع الناس اللي حولكم. الاشتراك جدا مهم اللي يجعلنا نستمر في تقديم المحتوى الجاد. نرجع إلى فترة الثمانينات، وبالتحديد في عام 1985 أصبح محمد الفايد مالك محلات الهاردز، وأصبحت علاقاته مع التجار والرؤساء تتسع أكثر وأكثر. وفي فترة التسعينات اشترى محمد الفايد نادي فولهام الإنجليزي، واللي يعتبر أحد أشهر الأندية الإنجليزية. ولكن كل شخص يتصدر المشهد يجد أعداء متربصين يحاولون إسقاطه. فهل محمد عانى من هذا الشيء؟ بسبب صعود اسم محمد في عالم ريادة الأعمال، حاول عدد من السياسيين والمستثمرين إزاحة محمد من المشهد. والعجيب أن أحد هؤلاء الأشخاص كان رئيس الوزراء البريطاني. تخيل معاي أن يكون خصمك هو رئيس الوزراء بنفسه. فاشتد الصراع في منتصف الثمانينات لما حاول محمد أنه يشتري صحيفة بريطانية، فاعترض عليه رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر، وشن عليه هجوم إعلامي شرس. هذا الهجوم الإعلامي تسبب بخسارة الفايد للصفقة، وكذلك اعترض على محمد عدد كبير من اليهود لأنه كان يحقق نجاحات كبيرة تهدد صفقاتهم، واليهود يريدون احتكار عالم ريادة الأعمال في مالهم. عشان أوريهم أن أنا مش هروح أبدا، هفضل هنا وفي الإيجيبشن إسكاليتون فوق، والروحي دائما هتمشي وتطلع الهجوم على الفايد ما وقف عند هذا الحد، فحتى بعض العرب دخل في خلاف معاه، وطبيعة التجارة يكون فيها التنافس عالي. فأحد هؤلاء رجل الأعمال المصري أشرف مروان، اللي كذلك حصل بينه وبين محمد الفايد خلاف كبير. عشان تتصور شدة هذا الخلاف، تخيل معاي إن في سنة 1997 توفى ابن محمد الفايد، فاستدعت السلطة البريطانية أشرف مروان للتحقيق. ولما توفى أشرف مروان في سنة 2007 استدعت السلطة البريطانية محمد الفايد. أشرف مروان ومحمد الفايد كانوا أصدقاء في عالم التجارة، ولكنهم في يوم من الأيام اختلفوا على صفقة تجارية في مجال الطيران. فكان هذا هو الخلاف الأول بين مروان والفايد. بعدها حصل سبب آخر للخلاف، وهو صفقة هاردز اللي نجح فيها الفايد. فمروان حاول أن يأخذ هذه المحلات لكنه ما نجح. فهاردز هي الواجهة الاجتماعية للفايد في بريطانيا، فمستحيل أن يبيعها في تلك الفترة أو أن يتخلى عنها. ويقال أن أشرف مروان كان سيدير أعمال سلطان بروناي لولا أن الفايد أفسد عليه الصفقة. أشرف مروان كذلك شخصية جدلية، فزوجته منى عبد الناصر ابنة الرئيس جمال عبد الناصر. وظهرت تسريبات فيما بعد أن أشرف مروان كان عنده تواصل مع السفارة الصهيونية، وأن علاقته مع جمال عبد الناصر كانت جدا سيئة. ولأنه شخصية غامضة وعلى عداوة بالفايد، مثل ما قلت لكم استدعوه السلطات البريطانية وحققوا معاه على وفاة ابن الفايد. وفاة ابن محمد الفايد هي واحدة من أكثر الحوادث غموضا في تاريخ بريطانيا.
شنو قصة هذه الحادثة؟ وما علاقة ابن محمد الفايد بالأميرة ديانة؟ الحين بقول لكم قصة هذه الحادثة التاريخية اللي ما زالت الناس تتحدث عنها. قلنا في بداية الحلقة أن محمد الفايد تزوج من سميرة خاشقجي. هذا الزواج ما استمر لفترة طويلة، لكن أنجبوا فيه ولد اسمه عماد الدين اللي اشتهر باسم دودي، وهو أحد أكبر أبناء محمد الفايد. بعد انفصال محمد الفايد عن سميرة خاشقجي، تزوج امرأة فنلندية اسمها هيني ويثن، وأنجب منها 4 أبناء: عمر، أحمد، ياسمين، كاميليا. عاش عماد أو دودي الفايد ابن محمد في بريطانيا، وعمل في مجال التسويق بهارودز، واشتغل في إنتاج الأفلام والمسلسلات. دودي الفايد اسم مهم في قصتنا اليوم، لأنه كان طرف في حادثة غامضة وتثير الجدل إلى يوم هذا. تعرفون كلكم الأميرة ديانة اللي كانت تصدر جميع الصور. مع شفت العلاقة تطورت بسرعة. بسرعة. لأن هي كانت حالتها بأس في كل شيء، العذاب اللي تعذبته يعني. الأمير شارل اتجوزها بس عشان يجيب عيال منها، وقعد مع العجوزة دي اللي شكلها مش دكلناها جدته. يعني حد يفكر زي. تعرفون كلكم الأميرة ديانة اللي كانت تتصدر جميع الصحف والمنصات. الأميرة ديانة كانت مرتبطة بالأمير تشارلز، لكن علاقتهم كانت دائما متوترة، فتطلقوا في سنة 1996. بهذه الفترة ظهر اسم دودي الفايد، وراح أقول لكم ليش. تعرف دودي الفايد على الأميرة الشهيرة ديانة، فصارت بينهم علاقة قوية. فالسؤال، شلون تكونت هذه العلاقة؟ في سنة 1997 محمد الفايد عزم الأميرة ديانة، قال لها تعالي مع أبنائك عندي في فرنسا وقضوا هناك إجازة الصيف. وفعلا الأميرة ديانة قبلت الدعوة، أخذت أولادها واتجهت إلى عائلة الفايد في فرنسا. طبعا ديانة كانت محط أنظار الصحفيين، لأنها تطلقت من الأمير وانتشرت الإشاعات حولها في كل الصحف، فكانت هذه الإجازة متنفس لديانة ومهرب لها من الأضواء. بهذه الإجازة التقت ديانة بدودي الفايد، وكان بينهم انسجام كبير، فكانوا يقضون ساعات طويلة مع بعض، وهذا الخبر ما غفلوا عنه الصحفيين طبعا. فلما كانت ديانة تطلع مع دودي في اليخت، كانوا الصحفيين يلحقونهم في البحر، فانتشر الخبر وعرف العالم أن دودي الفايد على علاقة بالأميرة ديانة، وصارت صورهم تتصدر الصحف كلها. مع الوقت قرر دودي الفايد إعلان خطوبته من الأميرة ديانة، فبدأت التجهيزات والتحضيرات، وهنا بدأت القصة. في تاريخ 30 أغسطس عام 1997 تحديد متحدد الجواز والخطبة وكل شيء، ويعرفوا دي لأن تجسسوا عليهم في لما كانت في اليخت على التليفون الموبايل حقها، وعلى التليفونات الساتلايت بتاعت المركب بتتكلم مع أصحابها، بتتكلم مع أولادها، أولادها يعرفوا بالذات ويليام، ما علاقة وثيقة جدا، دايما معها، تنام معهم في السرير، يأكلوا معها، يعني بشكل علاقة لا يمكن أن الواحد يفكر أن أولاد دول كانوا ينفصلوا عنها. في تاريخ 30 أغسطس عام 1997 تحديداً، كان دودي الفايد والأميرة ديانة يقضون إجازتهم في فندق الريتز اللي يملكه محمد الفايد. وبعد ما انتهوا من وجبة العشاء، قرر دودي أن يتجه إلى شقته اللي يملكها بحيث يكمل تجهيزات إعلان الخطوبة. لكن لأن كانت الساعة 11:45 مساءً، قال له الحارس الشخصي له بأنه ممنوع من الخروج، لأن الصحفيين كلهم مجتمعين في الخارج وراح يتعرضون له. هذا الكلام ما عجب دودي، فاتصل على والده محمد يشتكي من تشدد الحرس ومبالغته. محمد قال لابنه أن الحرس كلامهم سليم، وأن الأفضل ينام في الفندق ويتجه للشقة صباحا. في البداية دودي وافق على كلام والده، لكن بعد فترة غير رأيه. بهذه المرحلة برز اسم مهم في القصة اللي هو هنري بول. فمن هو هنري بول تحديدا؟ وليش مهم في هذه القصة؟ هنري بول يشتغل في فندق الريتز، واسمه مهم لأنه هو اللي أقنع دودي الفايد بأن الخروج من الفندق بهذه الفترة ممكن. هنري اقترح على دودي بأن يخرجهم بطريقة
لا يلاحظ فيها الصحفيين أي شيء. وافق تودي وفعلا خرج مع ديانا. فتحركت سيارة ضخمة أمام الفندق، هدفها التمويه للصحفيين بأن هذه السيارة لديانا والفايد. بعدها خرج دودي وديانا من الباب الخلفي للفندق وركبوا سيارة مختلفة تماماً عن اللي يركبونها عادةً. كان قائد السيارة هو هنري بول بنفسه، ومعاهم حارس شخصي يجلس في الأمام، وفي المقعد الخلفي ديانا مع دودي الفايد. الكثير من الصحفيين لاحظوا هذا التحرك وما انطلت عليهم هذه الخدعة، فلاحقوا السيارة مباشرةً. كان هنري يقود السيارة بسرعة كبيرة ودخل إلى نفق جسر ألما بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع أن أقصى سرعة قانونية في النفق هي 65 كيلومتر في الساعة. مع هذه السرعة الكبيرة فقد هنري السيطرة على السيارة، فصارت السيارة تلف يمين ويسار. بعدها اصطدمت بأحد عواميد النفق. هذا الحادث المفاجئ أدى إلى وفاة هنري قائد السيارة، وكذلك وفاة دودي الفايد. أما ديانا فانكسر كتفها اليمين مباشرة، وانكسرت رجلها اليسرى كذلك، وكان خشمها ينزف بكثرة. فدخلت المستشفى فجرا واكتشفوا أنها أصيبت بنزيف داخلي وسرعان ما توفيت. هذه الحادثة كانت صادمة مو للمجتمع البريطاني فقط بل للعالم كله. هني برز سؤال مهم ما زالت الناس تتحدث عنه. كلها موجودة زي ايه؟ نقول طبعا لما رتبوا التانل هذا، يعني انت بتتهم الامير فيليب، ايه الادله ان الامير فيليب؟ الامير فيليب عنده كل المخابرات تحت ايده. هني برز سؤال مهم ما زالت الناس تتحدث حوله. السؤال هو هل كان هذا الحادث مدبر ومقصود ام انه حصل بالصدفه؟ التحقيقات اثبتت ان سائق السياره كان يقودها تحت تاثير الخمر، وهذا تم إثباته بعد سحب الدم من جسمه، وإن ملاحقة الصحفيين له أصابته بالربكة فاصطدم بالعمود. لكن هذه القصة ما قنعت الكثير من الناس ومنهم محمد الفايد. فمحمد الفايد فقد ابنه الأكبر في حادث أليم ولم يقتنع بأن هذه الحادثة صدفة، فكون فريق يبحث عن الكواليس والأسرار. فما الذي وجده هذا الفريق؟ مع البحث وجد الفريق عدة أمور. أولاً، سائق السيارة هنري بول كان عنده مصدر دخل ثاني ومجهول، هذا المصدر كان يضخ لهنري أموال كثيرة. الأمر الثاني، المخابرات البريطانية عرفت أن الأميرة ديانا حامل من دودي الفايد وأن إعلان الخطوبة قريب جداً. هذا يعني أن ديانا راح تنجب أخ مسلم لملك بريطانيا القادم. ثالثاً، تحدث أحد أعضاء المخابرات البريطانية السابقين وقال أن اسم هنري بول مر عليه سابقاً وأنه كان زميله في المخابرات. رابعاً، أحد الشهود في النفق تحدث عن وجود كشافات عالية أطلقتها عدة دراجات على السيارة فشوشت الرؤية عند السائق وتسببت بالحادث. فهل هذه الكشافات كانت من الصحفيين أم من فريق المخابرات اللي أراد التخلص من ديانا؟ خامساً، فريق الفايد بحثوا عن هوية الشخصيات اللي كانوا على الدراجات وافتحوا الكشافات العالية على السيارة. مع البحث اتضحوا أنهم ما كانوا صحفيين بل أشخاص مجهولين الهوية ولا يعملون لأي مؤسسة صحفية. هذه الأمور جعلت محمد الفايد ينتج فيلم عن كواليس هذه الجريمة، وقام بجهود كبيرة ليثبت أن قتل ابنه كان عن طريق المخابرات البريطانية. محمد الفايد استمر بريادة الأعمال لكنه دخل بأزمة نفسية شديدة بعد هذه الحادثة، مع أنه يملك كل شيء من قصور وفنادق ورفاهية بل حتى تأثير سياسي على بريطانيا، إلا أن وفاة ابنه غير فيه الكثير. فالفايد قلل ظهوره بشكل كبير وأصبحت أغلب جهوده وتحركاته لإثبات أن الحادث هو اغتيال وليس صدفة، وحاول أن يحصل على الجنسية البريطانية ولكن بريطانيا رفضت إعطائه الجنسية، إلى أن توفى في عام 2023 عن عمر
94 سنة. لو تقول حق شخص إن رجل عربي كاد أن يحكم بريطانيا راح يضحك عليك أو يسخر منك، ولكن هذه قصة محمد الفايد وابنه دودي الفايد اللي أثبتوا عبارة دائما يقولونها: كل شيء ممكن في الدنيا. فكانت حياتهم خير شاهد، فتحول محمد الفايد من بائع متجول إلى مؤسس إمبراطورية اقتصادية. وبعد أكثر من 25 سنة من وفاة ديانة وعماد، ما زال الغموض يحيط الحادث المروري اللي تعرضوا له، وما زالت تكتب المقالات وتنتج المسلسلات لمعرفة حقيقة هذا الحادث. شاركوني بالتعليقات رأيكم، هل كان الاغتيال مخطط له أم صدفة طبيعية؟ وهل المخابرات اغتالت ديانة والفايد أم أن هذا من نظرية المؤامرة؟ هذا ما لم يروى عن حياة عائلة الفايد والأميرة ديانة.